حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر خبراء اقتصاديون من أن سعر الدينار مقابل الدولار سيتخطى حاجز 160,000 دينارا لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة بسبب إيران وعدم اتخاذ قرارات من شأنها تقليل الفارق. وبحسب الخبراء فإن التجارة الكبيرة مع إيران من أهم أسباب الفجوة الكبيرة لسعر الدينار مقابل الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث تصدر طهران بضائع للعراق بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وهذه التجارة يجري تغطيتها من خلال الحوالات المصرفية التي تذهب في النهاية إلى إيران. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 67 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 39 مليار دينار خلال شهر آب الماضي. وذكر السوق أن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر آب بلغت 72 شركة مساهمة من أصل 103 شركات، فيما لم تتداول أسهم 26 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما يستمر توقف 5 شركات لعدم تقديم الإفصاح. قالت وزارة الداخلية في كردستان العراق إنها ستعفي المخالفين مرورياً بنسبة 20% من ديونها. هذا ووقع وزير الداخلية في كردستان العراق ريبر أحمد القرار، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات بنسبة 20% لمدة 6 أشهر اعتبارا من 28 من شهر آب عام 2023 ولغاية شهر أو 28 من شهر شباط عام 2024. ونص القرار على أن أي مخالف لا يسدد ديونه خلال 30 يوما بعد الموعد النهائي سيتم التعامل معه بموجب المادة 20 من قانون المرور، والتي توجب الحبس في حال عدم سداد غرامات المرور. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن نسب التصدير اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بلغت 2,500,000 برميل. وذكرت شركة سومو أن نسب الصادرات من خام البصرة بلغت 3,470,000 برميل يومياً، مبينة أن نسبة التصدير اليومي للأردن بلغت 300,000 برميل يومياً، ومن القيارة معدل 400,000 برميل يومياً. وتوقعت أن تصل صادرات العراق النفطية لشهر أيلول إلى أكثر من 105 ملايين برميل في حال بقاء نفس الكميات المصدرة لباقي الشهر. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود، وانخفض خام برنت في تعاملات صباح اليوم ليصل إلى 90 دولارا و16 سنتا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 86 دولارا و77 سنتا للبرميل. وقال محللون اقتصاديون إن تراجع النفط بهذا الحد جاء متأثرا بقوة الدولار الأمريكي، ما أبقى رغبة المستثمرين منخفضة في إشارة إلى العملة الأمريكية التي ارتفعت على مدى 8 أسابيع متتالية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.